السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش هو العبادة؟ وعرفنا ما معنى العبد وما معنى العبادة بتعريفها الجامع عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو أشهر التعريفات، وهو العبادة كل اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. فكل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى فالظاهر والباطن، سواء كان يعني عبادة باللسان أو عبادة بالجوارح أو عبادة بالمال، يدخل فيها عبادة المال أيضا، أو عبادة بالقلب زي الخوف والرجاء والحب والخشية والإنابة، كل دي عبادات سواء كانت قلبية أو عبادات ظاهرة، كل دي يحبها الله سبحانه وتعالى تدخل في مفهوم وفي مسمى العبادة. واليوم توقفنا عند متى يكون العمل عبادة، وهو سؤال يسأل الشيخ هنا سؤال ويجيب عنه، فيقول متى يكون العمل عبادة. طيب، في تعريف العبادة كان معنى العبادة من حيث أنواعها، يعني العبادة تتنوع، في عبادات كما قلنا عبادات ظاهرة تكون على الجوارح والأركان زي الصلاة زي الصوم، في عبادات بالمال وهي عبادة أيضا يعني تدخل فيها عبادة الجوارح أو عبادة مالية بمعنى أصح عبادة المال، وفي الحج، كل دي عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، دي من حيث الأنواع. من حيث الصفة بقى، صفة العبادة نفسها، يعني إيه؟ يعني متى يكون العمل ده نقدر نقول عليه، أو متى يكون الإنسان ده عابد فعلا لله، إمتى يكون يعني إمتى ينطبق عليه معنى العبد، نقدر نقول عليه فعلا حقق العبودية بحق الله. في شروط أو في ضوابط وضعها العلماء من خلال الكتاب والسنة، يعني كما قلنا أن هذا الكتاب لا يخرج عن الكتاب والسنة، يعني في السؤال والجواب لما يجيب الشيخ رحمه الله بيدعم الإجابة بتاعته بأدلة من القرآن والسنة ولا يخرج عن ذلك، لأن المسلم يعني عنده وحي يتعبد الله بوحي، ومأمور أن يرجع إلى هذا الوحي في كل أمور حياته، والوحيين هم الكتاب والسنة الصحيحة. طيب، فالعبادة من حيث صفة العبادة، من حيث صفة العبادة متى يكون هذا العمل نقدر نقول عليه عبادة؟ قال إذا كمل فيه شيئان، كمال الحب مع كمال الذل. هنا أمر مهم، ودي عبادات قلبية أو أمور قلبية. الإنسان مش هيكون عامل لله حقا حتى يتحقق فيه كمال الحب لله، أن يكون محب لله كما قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني مفهوم الآية إن الكفار أو المشركين عندهم آلهة بيعبدونها، وده شيء معروف وواضح، واللي دفعهم لعبودية أو لعبادة هذه الآلهة هو أنهم يحبونها، تمام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. طيب، هم عشان بيحبوا الآلهة دي مش قادرين يسيبوها ويعبدوا الله وحده الذي لا إله إلا هو، ومع ذلك هم لا ينكرون أن الله الذي في السماء الذي خلقهم ورزقهم والذي يحييهم والذي يميتهم والذي يرزقهم والذي يميت ويحيي والذي يميت ويحيي عفوا والذي يدبر هذا الكون كله هو الله، والذي بده النفع والضر هو الله، هم يعتقدون ذلك، ولكن مع هذا الاعتقاد يعتقدون أن الآلهة اللي هي الأصنام التي في الأرض تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله، لأنهم كانوا عباد الله صالحين أو كانوا عبادا صالحين لله، فلما ماتوا يعني شكلوا أشكالهم على هيئة أصنام اللي هي اللات والعزة ومناة وإساف ونائلة، كل دي طبعا كانت أصنام عند قريش، ودي اللي ذكرت في النصوص اللي عندنا. ولكن قبل ذلك، أول ما وقع الشرك في الأرض قبل بعثة نوح عليه السلام، كان هناك آلهة أخرى بأسماء أخرى، قالوا لا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. كل دول كما قال ابن عباس كانوا ناس صالحين أصلا، ولكن لما ماتوا ومر الزمان ومات العلماء وانتشر الجهل في الناس، جاء الشيطان فقال لهم إيه؟ خلوا أصنام
على أصنام على أشكال هؤلاء الصالحين عشان تفتكرونهم، فيعني تتذكرونهم وتنشطون العباد. وفعلوا. فلما مر زمان تاني وجي جيل آخر أجهل من الجيل الأول عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلما جاء نوح عليه السلام يقول لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر الآيات. واتهموه طبعا باتهامات كثيرة، واتهموه يعني ومن معه وأتباعه كما أخبر القرآن عنهم. فالشاهد أنهم يعني حبوا هذه الآلهة فعبدوها مع الله. كفار قريش لما عبدوا هذه الأصنام كانوا يعتقدون مع الله أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، تمام، بدليل أن هم لما بيقعوا في ضيق وبيقعوا في شدة بيلجوا إلى الله وحده ويخلصوا العبادة لله. ربنا أخبر كده عنهم في القرآن، هم عندهم إخلاص. بيظهر الإخلاص ده إمتى؟ ساعة الشدة. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، يرجعوا للشرك تاني. فهم عندهم إخلاص لله بس بيظهر إمتى؟ في وقت الشدة، وقت الضيق، لما يركبوا البحر وتتلطم بهم الأمواج ويعرفوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يوم يعبد الله وحده ينجيهم الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فالذي يدعوه بإخلاص يستجيب له الله سبحانه وتعالى. فلما استجاب لهم الله ونجاهم من البر إذا هم يشركون، لما رجعوا تاني في الرخاء، في أوقات الرخاء بقى يوم يرجعوا إيه؟ يعبدوا الآلهة تاني ويشركوا بها من دون الله، وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويستعينون بها ويذهبوا لها في الشدائد إلى كل هذا. فطبعا هم بيحبوا مع الله آلهة، لكن المؤمنون الخلص المخلصين أشد حبا لله من هذه الآلهة، من هؤلاء المشركين أشد حبا لله من هؤلاء المشركين من حبهم لله. ليه؟ لأن المؤمن مخلص بيعبد الله سبحانه وتعالى عشان بيحب ربنا وحده فبيعبده في الرخاء والشدة، أما المشرك لا. عشان كده ربنا قال إن المؤمن أشد حبا لله من المشرك لما يجي يحب ربنا، لأنه حبه مش خالص، حبه مع أنداد. فده يعني نبذة يسيرة عن الحب، وإلا فالحب هو الأساس أصلا المحرك للإنسان. الإنسان العبد المسلم مش هينطلق للانقياد في طاعة إلا إذا كان هو بيحب ربنا. ماشي مظبوط يا دكتور. معلش انا جات لي هنا رساله تقريبا ان الوقت وقت المخصص للغرفه لما يخلص بنخش تاني، تقريبا بيدوني انذار او حاجه زي كده. طيب احنا نشوف نستمر. بيخلص بيطلع تمام. اصلا الانسان مش هيقدر ينطلق في اي طاعه ولا هينقاد الامر والنهي الا بالحب. لولا ان هو محب لله ما كانش يتحرك اصلا. اللي بيخليك تقوم عز البرد والميه ساقعه من تحت البطانيه تقوم تصلي الفجر الا الحب لله سبحانه وتعالى. اللي بيخليك تقوم بالليل وانت عايز تنام قبل ما تذهب الى النوم وتصلي لله سبحانه وتعالى ركعات توتر بيها. واللي بيخليك تصوم وتجوع طول النهار لا سيما في اوقات النهار الطويل زي ما يكون في الصيف مثلا وتصبر نفسك الا الحب لله، انك انت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم رحمه الله قال بيت جميل جدا، قال وعباده الرحمن، بيصف هنا العباده، احنا قلنا هنا بنتكلم عن العباده من حيث صفته، قال وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان. يبقى قطبي العباده الاساسان غايه الحب مع غايه الذل، انك انت تكون محب جدا لله لا تحب شيئا فوق محبه الله سبحانه وتعالى، تمام، مع غايه الذل لله سبحانه وتعالى، فهما قطبان. لذلك يشبهون ابن القيم برضه نفسه رحمه الله، ده اخونا الشيخ فتحي عمال يتصل. طيب عم الشيخ فتحي يعني الله المستعان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى شبه العابد السالك إلى ربه بالطائر. تمام، الطائر ده عبارة عن رأس وجناحين، فشبه المحبة برأس الطائر. فلو ما فيش محبة أصلا، فلو ما فيش محبة يعني ما فيش رأس عند الطائر هيموت. في طائر من غير رأس، ده الرأس فيها كل حاجة، فيها الخلايا اللي في الدماغ دي هي بتتحكم في كل حاجة في جسم الطائر. فلو ما عندوش رأس هيموت. كذلك العبد لو ما فيش محبة أصلا هيقع، ما فيش أصلا، مش هيسلك الطريق إلى الله أصلا، مش هيعرف يتعبد لله، ما فيش محبة، مش هيقوم إلا هيحركه غير المحبة. وشبه جناحي الطائر بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء. فإذا لا تكمل عبودية العبد إلا بهذه المنظومة، محبة وخوف ورجاء. لو الطائر عنده جناح واحد مش هيطير. كذلك العبد لو عنده، لو غلب جانب على جانب، لو غلب جانب الخوف على جانب الرجاء مش هيعرف يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، هيقع في الطريق. ولو العكس، لو غلب جانب الرجاء على جانب الخوف برضه مش هيعرف يسلك إلى الله، هيقع في الطريق. فلازم العبد وهو يسير إلى ربه لازم عنده محبة، دي الأساس، دي رأس الطائر، وخوف ورجاء. فلذلك قال أحد السلف مقولة: من عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو برجي. يعني إيه الكلام ده؟ من عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، يعني إيه؟ يعني بيقول ربنا: يا رب أنا بحبك، اعمل اللي أنت عايزه، عايز تدخلني النار دخلني، عايز تدخلني الجنة دخلني. ما ينفعش، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك النار وخوفك منها، قال: ذلك يخوف الله به عبادة، عشان تخاف: يا عبادي فاتقون. تمام، وربنا ذكر لك الجنة وحببك في الجنة عشان تحبه وعشان ترجو ما عنده من الجنة، يكون عندك رجاء. فما ينفعش واحد يقولك أنا بحب ربنا يعمل فيه اللي هو عايزه، لا، أنت عندك إرادة. تمام، وعندك ربنا سبحانه وتعالى خوفك من عقابه فتجتنب الأشياء اللي تجلب عقابه، وذكر لك الأشياء اللي تجلب محبته وترجو ما عنده فترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. تمام، فالعبد يسلك إلى ربه بالمحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. حروري جاي من حروراء، ودي بلد الخوارج، البلد التي خرجت منها الخوارج اسمها حروراء. فالخوارج طبعا كما هو معلوم عندهم جانب الخوف عالي جدا، حتى انهم عندهم المسلم لو عمل معصيه ولو صغيره يخرج بره الاسلام، يكفر خالص، مش عنده مثلا باب للتوبه مفتوح، لا لا لا، هو المسلم عمل معصيه خلاص مع السلامه يخرج بره من شده خوفهم. وده خطا ادى ذلك الى انحراف في السلوك والعقيده عندهم. وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، بيقول لك انا عندي ايماني عالي جدا جدا، بل بعضهم المرجئة بتوع زمان قالوا أن أي مؤمن كامل الإيمان، يعني إيماننا زي إيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. طبعا ده خلل في الانحراف في السلوك والانحراف في العقيدة. لا، المؤمنين درجات، وبعدين أنت لو مؤمن لازم تعمل. فين دليل إيمان؟ فين دليل إيمانك؟ العمل. مفيش حاجة اسمها أن أنا مؤمن بلا عمل، ده اسمه إرجاء. تمام، فالمؤمن المتزن يعبد الله، عنده محبة، وده الأصل، ده الأساس المحرك كما قلنا، وعنده خوف وعنده رجاء. خلاص. ثم قال رحمه الله، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وده الآية دي هي لجمعة الذل، ذل المؤمن في هذه الآية: الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وده في سورة المؤمنون بيتكلم عن صفات المؤمنين. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك في قوله، يعني بين الحب وبين الذل، في قوله تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء، لما ذكر الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا رغبا يعني في الثواب، عندهم رجاء، عندهم حب في الله، ورهبا عندهم خوف خايفين من العقاب. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهؤلاء عباد الله الأصفياء الأنبياء، ومن سار على دربهم هؤلاء سخطهم. هو ده الاتزان في حياة المسلم. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤال آخر عن علامة محبة العبد ربه. طيب، واحد يسأل سؤال يقول لك: طب أنا بحب ربنا، إزاي أعرف أن أنا بحبه فعلا؟
لو سألت أي حد دلوقتي أنت تحب ربنا يقول لك طبعاً، وتلاقيه من أبعد الناس عن الله، تلاقيه ما بيركعش راكع والعياذ بالله، يقول لك أنا بحب ربنا، تلاقيه يعني غريق في المعاصي وكبائر الذنوب، يقول لك أنا بحب ربنا، تلاقيه يعني في رمضان ممكن ما بيصومش، يقول لك أنا بحب ربنا، لا، نقول له تعالى محبة ربنا مش ادعاء، محبة ربنا لها شواهد، لها شواهد ولها يعني لها دليل، في دليل على محبة ربنا. الدليل في آية واحدة بس، قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو كنت بتحب ربنا فعلا اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من شؤون أمره وفي هذه كله. لذلك العلماء زي البخاري ومسلم وغيرهم من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما مات ما سابوش أي تفصيلة صغيرة كانت ولا كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نقلوها. نقلوها ليه؟ عشان عارفين أنه هو ده الطريق الموصل للجنة، اللي موصل لحب ربنا، إن ربنا يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هي دي آية المحنة. آية المحنة هي آية الاختبار، آية الابتلاء فعلا. ده حطها كده قدامك بالقياس، على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته، على قدر حبك لله. غير كده ادعاء، غير كده يبقى أنت داعي، تدعي أنك بتحب ربنا، خلاص. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. في ناس كان يقول لك بحب ربنا وعندهم يعني رجاء وطمع في رحمة ربنا، لكن بعيدين عن ربنا، ما بيعملش طاعة، ما بيعبدش ربنا أصلا، ما بيقومش يصلي الفرض، ما بيقومش يصلي الفرض، يقول لك أنا بحب ربنا فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودي علامة المحبة. فعلامة محبة العبد ربه، علامة محبة العبد ربه دي العلامة اللي فيك أنت، تمام؟ وترتب عليها إن ربنا يحبك، فاتبعوني يحببكم الله، مش بس كده ويغفر لكم ذنوبكم. إذا عايز ربنا يحبك ويغفر لك ذنوبك، تتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، تعلم هدي النبي إزاي كان بيعمل كل حاجة في حياته، من أول ما يصحى من النوم لحد ما ينام، في عباداته وأخلاقه وسيرته وهديه وتعامله مع الجيران وتعامله مع أهله وأقاربه وتعامله مع من حوله وتعامله مع الناس كلهم المسلمين الضعفاء والصغار والكبار والمسن والمرضى واتباعه للجنائز وكيف يعامل المشركين وكيف يعامل الكفار. كل ده يشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلمه ساعتها ربنا يحبك ويرضى عنك ويدخلك الجنة. طيب وهناك أمثلة ونماذج كثيرة من الصحابة على هذا. تعالى مثلا قصة أنس بن مالك معروف، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في طبعا كان هو أمه اسمها أم سليم، كانت متزوجة واحد اسمه أبو طلحة، هو مش أبوه بس هو ده كان بعد أبوه، تمام. أم سليم اتزوجت من أبي طلحة. أبي طلحة طبعا قبل يعني بعد الإسلام وقبل نزول تحريم الخمر، كان أبو طلحة بيعزم الناس عنده في البيت في مجلسه، وكان أنس بيصب لهم الخمر. أنس بن مالك الصحابي الجليل كان بيصب لهم الخمر، يعني كان يعتبر يعني زي إيه، يعني هو اللي مربيه، ولد الصغير عنده فمربيه، تعالى أنا صب خمر للضيوف والكلام ده، كان قبل ما يتحرم الخمر. وهم قاعدين جاءهم خبر تحريم الخمر وهم قاعدين، طب ابو طلحه يعمل ايه بقى رضي الله عنه؟ يقول استنى انس ما نتاكد من الخبر. لا ما قالوش، قال له ارق يا انس، ارق الخمر التي في الاواني. فاراقها في ازقه المدينه رضي الله عنهم وارضاهم. هو ده الاتباع الحقيقي، اول ما يجي الامر خلاص سمعنا واطعنا. ده مثال ثاني، حديث جابر رضي الله عنه في قصة تحريم الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية في غزوة خيبر. يقول جابر رضي الله عنه: كانت لحوم الحمر تغلي في القدور، فجاءنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله حرم عليكم الحمر الأهلية. قال: فأرقنا القدور التي فيها الحمر على طول فورا، مش بس استنى طب ناكل الاكله دي احنا جعانين، لا مفيش، اراقوا القدور واراقوا التي في القدور، خلاص
سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. وقصة مش بس كده، مش مع الرجال فقط، لا مع نساء الصحابة. قصة جليبيب، جليبيب تعرفون أنه كان رجلا دميم الخلقة، فكان طبعا يعني تنفره بعض الناس، يعني دميم الخلقة يعني خلقته ليس جميلة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجني. فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي من الأنصار، فذهب فطرق الباب: من أنا؟ جليبيب. فتح الباب: ماذا تريد؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لكي أتزوج، لكي أو أزوج بنتكم. فقال: نعم، يعني ونعم الناس، يعني جاءنا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوج بنتنا، يعني لمن؟ فقال: لي لجليبيب. فقال أبوها: انتظر حتى يعني يأخذ رأي أمها. فذهب إلى أمها فقال لها جليبيب عن الباب، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرسله لكي يزوج ابنته. طب لمن؟ قال جليبيب. قالت جليبيب: يعني من أجبر جليبيب؟ يعني البنت تصوم وتفطر على، لا 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 جليبيب لا، والبنت خلف الستر تسمع الحديث الأبوي. فماذا كان من البنت؟ فكشفت الستر فقالت: أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تردون أمر رسول الله؟ لأتزوجن جليبيب. اتزوجت جليبيب. بعد ما اتجوزها نادى منادي الجهاد، فذهب جليبيب للجهاد، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومات، مات شهيدا. فالصحابة تفقدوا بعض الصحابة الذين ماتوا، طبعا لأن جليبيب كان يعني تقي خفي لا يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أفقد جليبيب. فالتمسوه فوجدوه في القتلى، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ودفنه. فقال له يعني كلمته المشهورة الخالدة وهو يلبسه ذلك الوسام الشريف، قال: هو مني، قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه. فيقول راوي الحديث: فكان بيت أهل جليبيب من أنفق بيوت الأنصار مالا. ربنا بارك لهم في رزقهم ببركة إيش؟ ببركة استجابة هذه المرأة الصالحة التقية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج جليبيب. وهكذا كثير من القصص التي فيها سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ما في خيار، هو ده الحب الحقيقي، هذه علامة الحب الحقيقية لله ورسوله. نزل الأمر، سمعنا وأطعنا. مش بس طب نخلص، لا، ما فيش أي حاجة قدامك تعيقك عن أمر الله ورسوله، فورا سمعنا وأطعنا وانتهى الكلام. طيب أنا شايف يعني قدامي على الزوم هنا مديني حوالي 5 دقائق أو 6 دقائق يعني بالضبط وينتهي اللقاء. طيب نأخذ آخر سؤال وننهي اللقاء إن شاء الله، حتى كمان لا نطيل لأن وقت الدرس عندنا 20 دقيقة. طيب قال: كيفية معرفة العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ ده سؤال سأله الشيخ: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ طب أنت دلوقتي بتقول لي أن ربنا سبحانه وتعالى عشان يحبني ويرضى عني لابد أن أفعل ما يحبه ويرضاه، صح؟ أيوة صح. طيب كيف أعرف هذا؟ قال: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكره ويأباه، وبذلك قامت عليهم الحجة الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنه لا أحد أحب من العذر منه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى لا يكون حجة للناس على الله
بعد الرسل. فده يعني أمر واضح لا يحتاج إلى تفصيل، أن الله سبحانه وتعالى عرفنا شرائعه وعرفنا ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه عن طريق إنزال الكتب وإرسال الرسل ليقيم علينا الحجة. فالمرجع عندنا الذي سنسأل علينا عنه يوم القيامة هو كتاب الله وسنة رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا إحنا سنسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا، سنسأل عنه كيف اتبعناه، وهل اتبعناه حقا ولا أم ابتدعنا في دينه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من البدع. يعني أنا أرى أن إحنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل على الوقت المعتاد الدرس، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ لنا اللقاء المباشر إن شاء الله تعالى في المسجد، لعل إن شاء الله من الأسبوع القادم، من الأربعاء القادم. ونهاية يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم أبو سلمان.